هذا وأكد سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس خلال استضافته في التغطية المباشرة لأعمال القمة العربية في دورتها 32، أكد على الحرص المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك الذي توليه مملكة البحرين مع قادة الدول العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك. مملكة البحرين بغير جلالة الملك تحرص على تبادل الرؤى والتشاور وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين وبين قادة الدول العربية ودعم المسيرة العمل العربي المشترك. طبعا نودف نحو علاقات تساهم في ترسيخ الأمن والسلام والبعد عن النزاعات والخلافات التي لا تخدم حقيقة الشعوب العربية التي تتطلع دائما على استقرار المنطقة.